وينضم معنا من الرياض أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية. أهلا وسهلا بك سيد أسعد. وبداية دعنا نتحدث عن موضوع المفاوضات. مفاوضات أستانا، 10 فصائل معارضة هددت بتعليق مشاركتها في هذه المفاوضات إذا ما استمرت الخروقات من قبل النظام والميليشيات التابعة له. ما الموقف حتى الآن بالنسبة للمعارضة فيما يتعلق بهذه المفاوضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخي الكريم. يعني القاعدة واضحة، ما بني على باطل فهو باطل. وقف إطلاق النار بني على باطل، ليس له قواعد وليس له إجراءات وليس له ركائز أو مثبتات أو ضوابط، وبالتالي هذا يعني تماما أنه عبارة عن فسحة، عبارة عن حجة، عبارة عن طريقة تكتيكية اعتمدتها القيادة الروسية مع الإرهاب الإيراني وإرهاب حزب الله من أجل الاستمرار في قتل السوريين، وبالتالي الابتعاد عن أي حل سياسي وشرعنة الاحتلال الروسي. هذا أولا. من جهة أخرى، عندما تحدثون عن مفاوضات في الأستانة وليس هناك دعوة للهيئة العليا للتفاوض، وليس هناك مظلة دولية، وليس هناك تطبيق لقرارات مجلس الأمن، أعتقد أنهم يتحدثون في فضاء غير هذا الفضاء الذي نعيش فيه، يتحدثون بطريقة خارج طريقة البشرية المعتمدة وخارج طريقة المجتمع الدولي. وبالتالي أقول لك، ما بني على باطل فهو باطل. نحن بعيدين جدا عن أن يكون هناك أي مفاوضات في الأستانة أو في غير الأستانة. المفاوضات يجب أن تجري في جنيف وفق قرارات مجلس الأمن وتحت المظلة الدولية. نعم، طيب بما أنك ذكرت جنيف، لماذا برأيك العاصمة الكازاخستانية؟ يعني ما الهدف الروسي برأيك إذا كان هناك من هدف فيما يتعلق بنقل المفاوضات إلى آسيا وليس أوروبا؟ يعني معروف تماما أن روسيا وإيران وقفتا موقف يعني في منتهى الوقاحة ضد مؤتمر الرياض ومخرجات مؤتمر الرياض، وبالتالي ضد الهيئة العليا للتفاوض. ومنذ البداية بدأوا يضعون العراقيل في منع وصول الهيئة العليا لأي مفاوضات وحتى وصول جنيف. أيضا مع وصولنا إلى جنيف بدأوا أيضا يضعون العراقيل والتصعيد العسكري في سوريا من أجل إفشال كل المفاوضات وكل حل سياسي، لأنهم لا يؤمنون بالقتل ويرجون إعادة تأهيل هذا النظام الإرهابي، نظام بشار الأسد. ولذلك اليوم هم يختارون أستانا من أجل أن يضعوا المجتمع الدولي أمام مواقع معينة أنه لم تأتي الهيئة العليا. ولذلك هم أحضروا مجموعة كبيرة من المنصات، منصة القاهرة ومنصة موسكو ومنصة الحميميم ومنصة الأستانة، هذه المعارضات التي هي معارضة للمعارضة الحقيقية للسورية، وبالتالي هم أزام النظام يريدون أن يخرجوا منهم حل سياسي. لكن ألا تعتبرون أن هذه المفاوضات، يعني مفاوضات ومشاورات أستانا، هي تمهيد لمحادثات جنيف المقبلة؟ لا أعتقد. يعني من يريد حقيقة، يعني هذه جنيف موجودة وهذه القرارات قرارات مجلس الموجودة، إذا لماذا هذا التحايل ولماذا هذا الابتعاد عن الواقع؟ يعني لماذا إحنا نرفض أو يعني نبتعد عن جنيف كما نبتعد عن قرارات مجلس الأمن؟ ما الغاية من هذه الطريقة إذا كنا قد وصلنا إلى جنيف؟ هل يعني أن نعود إلى مرة أخرى إلى الأستانة من أجل أن نصل إلى جنيف إذا كنا قد وصلنا إلى جنيف وعقدنا هناك جولات ثلاث، والعالم يعرف تماما ما هي القواعد والضوابط والثوابت التي عليها يسير عملية التفاوض، ويعلم العالم أن النظام وداعميه هم من رفضوا عملية التفاوض. إذا نحن حقيقة يعني نجري في فراغ، يعني في فراغ، لا نعلم أين الجهة الحقيقية التي يجب أن نسير بها. طيب ماذا عن الهدنة والتزام المعارضة بهذه الهدنة مقابل الخروقات التي يقوم بها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية؟ كل الهدنة التي تم إبرامها منذ 27 فبراير شباط الماضي التزمت بها المعارضة، وأعلنت كل الفصائل التزامها حرصا مننا على وقف نزيف الدم وحرصنا على وقف القتل والدمار في سوريا ومحبة لبلدنا ولشعبنا، لكن النظام وداعميه لا يرضون بذلك، خاصة الميليشيات الشيعية الإيرانية وميليشيات حزب الله التي بدأت تدرك أنها بوقف إطلاق النار سوف تخرج خارج سوريا، وبالتالي لا تريد حل سياسي ولا تريد حتى أيضا يعني أن يكون هناك ديمقراطية في سوريا، تريد أن تبقى مسيطرة على سوريا من خلال هذا النظام ومن خلال ميليشياتها القذرة التي تنشرها هنا وهناك في سوريا، وبالتالي لا تريد أن تلتزم ولن تلتزم بوقف إطلاق النار. طيب الحديث عن هذه الميليشيات الإيرانية التي وصفتها بالقذرة وهي كذلك، يعني وزير الخارجية التركي طالب إيران بالضغط على الميليشيات التابعة لها لكي توقف هذه الخروقات، هل هذه الدعوة كافية أم لابد أن يكون هناك موقف حازم سواء من المنظمة الدولية أو من الدول الفاعلة؟ يعني مع الأسف العالم جميعه يدرك تماما حقائق ملموسة تماما، واقع مفروض في هذه المنطقة، أن إيران هي دولة تصنع وتصدر وتدعم الإرهاب في كل مكان، ليس فقط في سوريا والعراق والبحرين واليمن ولبنان، بل أيضا لكل دول العالم. هذه الحقيقة أدركها العالم برمته. واليوم عندما يتحدث وزير الخارجية حقيقة التركي، يعني وكان يتحدث من فراغ، يتحدث وراء
يعني كيف لإيران أن تضغط على ميليشياتها وهي التي تدفعها وهي التي صنعتها وهي من أجل هذا الهدف، من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة واحتلال سوريا والسيطرة عليها ونشر ما يسمى الثورة، يعني الثورة الصهيونية الإيرانية التي يدعون بها. وبالتالي يعني من العبث أن نتحدث مع إيران أو نتحدث مع حزب الله، من المفترض أن يتم اتخاذ موقف دولي حازم حيال إرهاب إيران وحيال إرهاب حزب الله والميليشيات الطائفية الأخرى. أسعد الزعبي رئيس وفد التفاوض بالمعارضة السورية، شكرا جزيلا لك.